اللعبه ديال المطار، اللعبه ديال المطار فيها الفرجه وفيها المتعه والتقاليد ديال اللعبه ديال المطار. بداية التراث ديالها الاصليه، واحد البنت موصوفه بالجمال، الراعي ديال باها بغى يزوج بها، ما بقاوش يعطيوها له من اجل الراعي، غير راعي غيعطيوه المطار. مشى شرى الخيل ورباها وتهلا في ديك الخيل وعلف ديك الخيل، وديك البنت حتى هي كتبغيه، شد ديك البنت وركب على الخيل وهرب من ديك البنت من البلاد الى البلاد الوالدين ديالو. ملي وصلها نكزت هذيك بهيمه كيتسمى حرر ديك الوليه، ديك الفتيات اللي هرب بها، تما تنشط عليها التراث ديال الماطا. دابا الخيالة في كل مناطق المنطقه الشماليه عندهم اللعبه ديال الماطا، ما عندهم شي لعبه ديال التموريده، عندهم اللعبه ديال الماطا، جابوها موروثه من نعم الشربه ديالكم، الشربه ديالكم فقاش عملتوها؟ شنو عم عملتوها؟ انا من 2007 هو التاريخ، سجل 2009. نعم دابا شحال فيكم الافراد اللي كاينه في الشربه بكم؟ شحال فيكم؟ الشربه عندنا 9 ديال الشربات من ظهر صعيد. نعم شحال المشاركات عندكم هنا؟ مشاركات المشاركه عندنا هذه الدوره العاشره، وحنا مشاركين في هذا الزنين. نعم كيفاش كانت المشاركه ديالكم هذه العماله؟ المشاركه مزيانه، وشنو كاين شويه ديال الوقت فات شويه، جا الملعب في القصر، الملعب قاصح، كاين الخيل اللي كيضروا في القصح، ولكن الدراري مبليين بالخيل وكيلعبوا ما يقدروش ملي يسمعوا ماطا والمهرجان. نعم المستوى المشاركه ديالكم يعني كيفاش النتيجه اللي حصلتوا عليها في هذه المشاركه؟ النتيجه اللي حصلنا على النتيجه على الدوره ديال الدوره الشرفيه ديال الماطا، لانه كاين الخيالة اقوى فرص كاين في الدواء ظهر صعيد، لان 9 ديال الرؤساء. بغيت نقول شي حاجه، سويكم 15 في الشربه، شحال شاركتوا في النهائيه؟ شاركنا في النهائي بجوج من الفرقه، 9 ضربها في جوج 18 على دعمه المستمر المشاركه الاخرين، عاود هما جوج من الشربه وخيل الشراعي اللي عندهم في الفرقه ديالو، حتى هما شاركوا يتبعوا المطار. تخيل انت خويا انا مع احمد الفرجاني، الفرقه ديال سي احمد الفرجاني معاه، انا كل عام كنشارك معاه، انا غادي معاه، وكان كنشكر هاد الناس اللي كيصوروا لها الشهاده. والخيل ديالنا راه معروف، العوده الكحله ولو كتسكت، العوده الكحله راه معروفه والعوده الزرقاء معروفه. دابا بغيت العوده اللي ربحتوا بها، شنو هي العوده اللي ربحتوا بها؟ عاد دخلناها جديده، هذيك عاده جديده للعام، عاد دخلناها جديده هذه 3 مليون. عندها شي سميه ولا والو؟ العوده الكحله سميه فرنسي، عندها سميه فرنسي. شنو سميتها؟ والله ما عرفت سميتها فرنسي. اول مره شاركتوا بها ولا؟ اول مره، اول مره شاركتوا بها. فين هي العوده؟ ما جبتوهاش البطوله اللي كتسدي البطوله. العوده فين هي دابا؟ اللي كتسدي رئيس البطوله هي الكحله دار السلام. هي هادي، تبارك الله تبارك الله. هادي خصها شي تزغريته صاحبي، هادي فين يا صاحبي؟ معكم شي نسا صاحبي، خصكم يكون عندكم العنصر النسبي هنايا. العوده هادي الكحله دار السلام. السميه ديالها، السميه ديالها دار السلام. دار السلام، دار السلام، في الوراق. تبارك الله، دار السلام، تبارك الله عليك، تبارك الله عليك. هي كتعرف سميتها تشوف. تبارك الله عليك، زهله وجبتيها يعني ما نسالك، كتعرف سالي اي حاجه. شكرا اخويا بزاف. المهم درنا معاك.